وانتي اخترتي مين؟ حوده طبعا. وش معنى حوده يا ماما؟ القلب وما يريد. قلب ايه وزفت ايه؟ الدرابه تعجز على المحل. طب خد دول ادفعهم بكره وهات لي الوصل. استلفتيهم منين دول؟ ليه هتردهم؟ وانا مالي وانا اللي استلفتهم؟ انت بتدور على ايه؟ الفلوس اللي كانت هنا. عمليه متظبطه ومية مية، بس محتاجه طعم، والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا. انت شلتها؟ ما ترد. انا اللي خدت الفلوس، يعني اتزنقت في موضوع كده وخدته. مفيش مشكله، بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجاه؟ يعني موضوع كده يعني. انت هتخبي عليا؟ ايه يا حوده مالك؟ المحل بتاع ايه الضرايب هتحجز عليه. ايه خلاص يا جعفر، هتصرف واجيب لك غيرهم. حتى لو اتصرفت مش هترجع حوده اللي انا اعرفها. بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، ما كانوش 10000 جنيه دول. لو كان على الفلوس ما كنتش دفعت 30000 جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت. انت هتعايرني ولا ايه؟ وبعدين ما ال 30000 جنيه دول انا اللي جايبهم بدماغي. دماغي وما فيش حد عنده دماغ الا انت. ما انا كمان عندي دماغ. وهي كره البنج دي بتسميها دماغ ولا ايه؟ نعم كده خلصت يا معلم. دماغ بقى شغالها لوحدك. انا هتوب يا جعفر. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر روح يا اخي. انت مش فلقتني نتوب نتوب، اديني هتوب. هو بمزاجك؟ بمزاجي. يا ريت كان بمزاجك، لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك خايب ومش عارف راسك من رجليك. جعفر كلمه تانية وهنسى كل اللي بينا. وانت خلاص نسيته. ولعلمك التلفزيون ده انا هبيعه، وما تسالنيش تمنه هوديه فين.